عسلامة عسلامة شنو سافا؟ الحمد لله. شنو هي الحكاية؟ الحكاية عندي خويا عنده 25 سنة توا بريسك ما جاش. من الأول كان على اتصال معنا، من بعد ولا ما عادش يحب يتصل بينا. ديجا والدتي توفات كلمناه، معناتها كلموا والدي قالوا راه أمك توفات. من وقتها ولا بدا ينقص ما عادش يكونتاكتينا، فهمت؟ وآخر مرة زاد الوالد توفى، قلنا له راه والدك توفى زاد، علمناه كيف كيف، قال الله يرحمه. من وقتها زاد ما عادش يطلبنا جملة واحدة للتو. ديجا بعث له برشا ميساجات، قلت له رانا عن بون اخواتي ما خاطر احنا ورثة، فهمت؟ حبوا يقسموا كذا، اختي تحب تقسم كذا، هو ما اتصلنا به باش نحكيو معناتها موضوع الورث وكل شيء. كيف كيف طفينا، معناتها ما حبش عاش حب يكلمنا، ما عاش حب يهز علينا وشنو اخر. ديجا قلت له بلي كان عندك مشكله معايا ولا قالوا لك حاجه عليا ولا فما شي حاجه اعلمني، قل لي. راه يا محمد علي رانا راني مثال جاني وصل عليا كلام اللي انت مثال، ما نعرفش انا متغش عليك على حاجه على فازا ما فهمت. ديجا اتصلت زاد بمرته قلت لها بلي كان بحذاك خويا اتصل بيه، ولا قل له راه يكلم خوه راني حاجتي بيه في حاجه ايرجون. قالت لي باهي، بعثت له هي كلمته، هي جاوبتني بعد العشيه قالت لي دالي يعني كلمت اخوك، قال لي باهي تو كلمك. من وقتها ما طلبنيش. قداش عنده تو؟ عنده 25 بالضبط. هذا 25 سنه لبر، اما قداش عنده ما كلمكش؟ قداش عنده باهي؟ عنده بريسك 12 سنه. 12 سنه تو ما كلمكش؟ 12 سنه 12 سنه بالضبط، ما نعرف عليه حتى شيء، ما يعرف علينا حتى شيء. حاولت مشيت كونتاكتيه بالتابع وزاره الخارجيه كل شيء، ما كيف كيف ما عملوا لي شيء. قالوا لي اعطينا الادريسه نتاعو وين هو وكذا، اعطيتهم الادريسه ما عملوا لي حتى شيء. تبرك شنو الحكايه؟ شنو تتصور؟ والله ما نعرفش شنو الحكايه. الوغ قلت لي من عندك 12 سنه تو ما كلمكش. 12 سنه ما اتصلش بيا حتى جمله، ميم حتى مساج ولا حاجه. خليل وانا ديما مساجات في الفيسبوك وكل شيء ما يجاوبنيش. حتى يخرج كونكتي معناه، يخرج كونكتي، ساعات يقرا ساعات ما يقراش المساجات. حتى زاد معناتها جاب صغير وكل شيء، ما تصور انت حتى ولده ما نعرفوش معناتها جمله، ما يعرفش عمه، ما يعرفش زاد عمته معناتها، فهمت؟ ديجا اختي زاد عرس جابت صغار، معناتها العباره كل واحد على روحه ما عادش كيفاش. انا نحب نوجه له نقول له معناتها كان ان شاء الله يوصل له الفيديو هذا، نقول له كان فما حاجه مثلا مغششتك فيها ولا عملت لك حاجه، انا يا خويا كلمني واجهني معناتها ما تخبيش عليا معناتها، فهمت؟ كان فما حاجه قول لي، راني ما صارت بروبليم، صارت شي حاجه ومو على الاقل واجهني، ما تخلينيش هكايا ما نعرف حتى شيء، علمني على الاقل. خاطر انا نتصل فيه معناتها صارت لنا برشا مشاكل واحد كل شيء، نحب نحكيهم له ولا لا. ديجا ما نرقاش، وزيد هو الكبير معناتها، انا الصغير في العائله، فهمت؟ وكا هو ذاك الشيء نحب نعرف انا علاش 12 سنه هذه الكل وينو. احنا شوف احنا 12 سنه ما فماش لا كلمات لا حتى شيء، 25 سنه ما دخلتش تونس. ما دخلتش لتونس، هي ما دخلتش. انا قلت يمكن الغربه ترد العبد هكاك يولي يقسى ولا يولي يكره عائلته، يعني تسمع امك توفيت ما تجيش، تسمع ابوك توفى ما تجيش. اي هذه هي مشكله. اما شنو اللي شنو ما نعرفش، نجم نقول بكشي اقتعنا جمله واحده ماش حاب يكلمنا ولا. لكن السبب علاش يقطع فيكم؟ هذاك علاش السبب؟ هذاك اش نحب نقول له، كان فما سبب اللي تخليك تبعد علينا يا خويا قول هنا، فما حتى مشكل. انا واحد من الناس كان غلط في حقك سامحني، وكان انت غلط في حقي انا راني مسامحك، راني ماشي متغش عليك، اما جيت تقول لي علاش انت ما تحبش تحكي معنا. انت جاي قدامك شنو الاسئله اللي تسالهم؟ اسالوا راهو ينجم يتفرج فيه فيديو بالحق، اسالوا سنة اسالوا شو اسمه هو؟ عصام. يا عصام بالرسمي هذه رساله ليك انت وخوك باش يحكي معاك، دونك بالحق ركز اسكو اللي تعمل فيه صح ولا. انا نقول لك ما نعرفش شنو العذار اللي عندك، ما نعرفش انت شنو اللي تمر به، لكن انا باش نقول لك حاجه بركه. 25 سنه راك ما جيتش للبلاد، 12 سنه منهم ما زيدش التليفون، سمعت امك توفيت وبوك توفى وما روحتش، اوكي. اما حاجه بركه راك غلط،
خويتك حيين وانت قتلهم بالحيرك غال. عصام قدامك توا، انت شنو باش تقول له؟ انا باش نقول له يا عصام شبيك شبيك ماش تحب تتصل بنا، وشبيك اللي بعث لك مساج ما ترجعش، وكان انت مغش عليا في حاجه خويا اعلمني ويجي نحلوا المشكله بيناتنا، ما تعليش نقعدوا هكايا ورا الدنيا فيها موت في الاخر، ما تعش عليه ديش دخلت عليه نهار اخر كيما انت تنجم لطف عليك تموت البرة وانا مراكش ولا حاجه، فهمت؟ فما حاجه خويا ايش نفضوها، وكان فما مشكله ولا حاجه نحكيوا فيها، ما تعليش تقعدوا كل واحد معناتها يخبي دوسيه تحته، معناتها ايجا هاو لخويا اش فما كل شيء، وهاو انت عملت لي هكا وانا عملت لك هكا وكذا، ايجا خويا نحلوا المشكله وكهاو راهو الدنيا في الاخر ما دايما الحد، معناتها فهمت بالحق، وان شاء الله يوصلك المساج هذايا وتجاوبني في اقرب وقت. اختك توا كي تقعد تحكي انت وياها شنو تقول لك؟ شنو كي تحكيوا على اخوكم شنو تحكي؟ والله انا تسائلوا هكا، والله انا وليت نتسائل. هي زادة كانت تحكي مع مرته قبل، فهمت؟ وبعد قطعت العلاقة بينها وبين مرته، قالت لي حتى أنا زادة ما يسألش عليا وما يكلمش حتى أولادي، معناتها باش يشوفوا عمهم خالهم ولا شنو كيف كيف. أنا ولدت كي تقول لي احكي لي على خويا، قول اسمع بدي يحسبوا مات وكهو، أنا في مخي معناتها عبارة ما عنديش خو، معناتها فهمت؟ صدقني بالعميل نسيت جملة، انا وليت عندي خو، انا ساعات نعمل لك عندي خو، انا بالك عايش في اوهام، بالك شنتي عامل خو في مخك هكا وكل. لا لا هكا ليه تلموا معناه واحد اي صحيت اي صحيت. وليت ماشي وليت ناسي حتى وليت عندي خويا انا، والله ما نذكرش فهمت، وليت ماش حاسبه جمله، ماش حاسبه جمله التصرفات هذه ماشي، وليت كان بدي سامحني في الكلمه، معناتها حتى كدير معناتها كرهتك، معناتها ما عادش تعني لي حتى شيء، حتى تصير لك حاجه ما عادش يهمني فيك، معناتها ما نحبش نقول له كلام هذايا معاه بزاد برشا وجيع، معناتها حتى نقول له كيكا من بعد نندم على الكلام، نحبش خاطر قلبك معبي خاطرك تحب تعرف لازم يجاوبك صحيح. ان شاء الله يوصلوا، ان شاء الله نتمنى يوصلوا الفيديو هذايا، وان شاء الله كان فما توانسة عايشين في أمريكا وقاعدين يتفرجوا معناتها في النيو ميديا، النيو ميديا يبارتاجيو بلاي ماكسيموم، خلي توصل له هو غاديك على الأقل يجمش يتفرج، يعني ولا سينو في فيسبوك ولا حاجة إن شاء الله يوصلوا. واضح، يعطيك الصحة، ميرسي، عايش يعطيك الصحة.